مشاهدينا، طيب وصلنا لفقرة سبايدر مان السعودي. الشاب اسمه عبد الرحمن شلهوب الشلهوب، هو شاب يمارس هواية رياضة الباركور في أي مكان يسمح له بذلك. طبعا هذه الرياضة تحتاج للكثير من المهارة والسلاسة وأيضا سرعة الحركة، وهي تصنف على أنها من الفنون القتالية، كما أنها تعتمد على فكرة الهروب، حيث تحتاج في هذه الحالة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة بكفاءة عالية وباستهلاك أقل قدر الإمكان من الطاقة، ويصل إلى هدفه بشكل مباشر. طبعا لنتعرف على المزيد عن هذه الرياضة ينضم إلينا من الرياض الرياضي وممارس رياضة الباركور عبد الرحمن شلهوب الشلهوب. عبد الرحمن، صباح الخير. صباح الخير. يا أهلا مرحبا. صباح النور. يا هلا مرحبا. يا مرحبا. عبد الرحمن، عرفنا عن رياضة الباركور هذه، متى بدأتها وهل تمرست فيها حقا، يعني تدربت على يد مدربين ولا فقط من مقاطع على اليوتيوب كما يعني يفعل البعض؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الحمد لله أنا تعلمتها يمكن تقريبا قبل 4 سنوات كانت البداية، ولا للأسف إلى الآن ما في نوادي هنا تخدم الرياضة هذه، ولأنها حديثة شوي، ولا إن شاء الله مو مقصرين لكن حديثة شوي وقصرت عليهم رؤيتها. تعلمتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المقاطع اللي ناظرها وأحاول أتمرن عليها إذا كان في وقت، والحمد لله وصلت لها المستوى البسيط. طيب يعني من وين جتك الشجاعة أنه مثلا فجأة تتسلق، مثلا في أحد المقاطع مبين أنك تتسلق بيتك يمكن وحتى بالثوب يعني؟ هو تدريجيا نبدأ مع التمرين يصير هذا تقريبا يعني شيء سهل إن شاء الله للاعب الرياض هذه. مين يصورك؟ والله بعض الأيام يصورني واحد من أصدقائي قال محمد قحطاني، وبعض الأيام أخوي، يعني على حسب الوقت اللي يكون فيه الأشخاص القضين. طيب ترشحت أنت لجائزة موهبة أو أفضل موهبة سعودية، إيش موضوع الترشح هذا؟ هذه مسوي مسابقة رعاية شباب لأفضل موهبة سعودية، والحمد لله فضل الله الآن أنا صرت مرشح، ولكن إلى الآن ما انتهت المسابقة، وبإذن الله نكون أحد الفائزين بالجائزة. ينتهي التصويت على 25 مايو بعد فترة بسيطة، وهناك يرشح الأول أو الثاني أو الثالث، هي 10 مراكز، وإن شاء الله أكون أحد الثلاث الأوائل بإذن الله. طيب عبد الرحمن، أنت اخترت هذا المكان تحديدا في الدرعية عشان أنت تمارس في هذه الرياضة وفي مساحة يمكن أنك تمارس في هذه الرياضة، ياريت تورينا بعض الحركات؟ بإذن الله، ليش لا، ممكن. يلا تفضل. وأنا أوجه رسالة بسيطة للشباب، أقول لهم في هذا الوقت يعني كثرت المفاتن وكثرت المفاسد، لو يلهون نفسهم في شيء ينفعهم عقلا وينفع جسدهم ويرد عليهم بأشياء مفيدة ويمارسون الرياضة، هذا شيء جيد وطيب. يسوون شيء لهم متقنين مثلك يا عبد الرحمن، بس انتبه للمايك حقك. اكيد اكيد. لا لا، الرياضات تختلف، مو بشرط باركور. لا بفك الحين. لا لا بفك الحين. اوكي يلا. طيب لحد ما يجهز عبد الرحمن. Don't try this at home. أيوة إحنا يعني هذه الفقرة تأتي مع هذا التحذير. Don't try. يا ريت ما حد يجرب ولا حد. لا تجربون هذا الشيء في البيوت إلا إذا تمرستوا. وأنا حبيت على فكرة الشعار اللي موجود على قميص عبد الرحمن. Winning starts here، أو الفوز يبدأ هنا، وكمان الرسالة اللي توجه بها للشباب خاصة إحنا في فصل الصيف. هذا هو انطلق. وانطلق عبد الرحمن. أحس كان محتاج. ما شاء الله. الله يحمي. وها هو عبد الرحمن يقفز.
اوف 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 اوف. تعب كثير عبد الرحمن مع الحر هذا طبعا. اعتقد حراره الجو يمكن ما ساعدت عبد الرحمن. احنا في انتظار انه يركب يجهز من جديد مره ثانيه المايك عشان نتابع. شفتي كيف تسلق على الجدار؟ ما شاء الله يعني عليه متمكن الولد. وجدا خطيره يعني الحركات والالعاب هذه ورياضه الباركور طبعا. إذا طبعا هي رياضة حتى الآن على كلام عبد الرحمن أنها ما في مدربين مؤهلين أنهم يدربون هالرياضة، وهي أو من الواضح للوهلة الأولى أنها تحسين أنها سهلة وتقدر تعملها، بس هي خطيرة يا جماعة. بالضبط، وهي جديدة نوعا ما على يعني في الدول العربية بشكل عام. ونرجع نكرر رجاء لا حد يجرب، احنا فقط حابين نعرفكم على هذا الرياضة ونعرفكم على شخص يعني احنا فخورين انه هو من العالم العربي أكيد. يمارس هذه الرياضة. شاب صغير يعني مهم بس شاب يعني صغير، واضح انه يعني من 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 يعني فترة وهو في سن مبكر مارسها، عشان كذا تمرس عليها. طيب. عبد الرحمن تسمعنا؟ ايه اسمعك. ايه طيب يا ريت توقف عند الكاميرا لان احنا مو شايفين. اظهر وبان عليك الامان. ممكن سؤال، انت تعبت من الحر؟ لان احنا نشوف يعني في كليباتك يمكن. اي والله حر صح؟ اي والله حر، الجو حار جدا. طيب عبد الرحمن الان انت كم لك، كم قعدت فتره وانت تتدرب على هالرياضه؟ من شفتها من جت في بالك؟ تقريبا وحتى الان؟ تقريبا هي أربع سنوات. أربع سنوات. أربع سنوات. لكن متقطع يعني شوي. أوكي. الوقت الفاضي أصير أتمرن فيه يعني مو مستمر. طيب عبد الرحمن يعني زي ما أنت عارف في بعض البرامج اللي هي تدعم المواهب الشابة زي موهبتك، من بينها برنامج Arab's Got Talent. هل فكرت في يوم ما أنك يمكن تشارك في هذا البرنامج؟ يمكن إذا فزت يكون هناك يعني مساحة أكبر لك أنك تمارس هذه الرياضة وممكن تنشرها أكثر في الوطن العربي؟ والله إلى الآن ما فكرت أني أشارك، لكن الله أعلم وش يصير. طيب أنت خذ لك يعني شربة موية شوي هدي من تعبك. طيب بسألك كمان عبد الرحمن عن شغلة، أنت يعني إيش اللي خلاك تتوجه للسوشيال ميديا وخصوصا حسابك على إنستغرام ووصل تقريبا أكثر من 150 ألف؟ يعني حدثني كيف لفت الانتباه؟ الحمد لله الآن هذه أسميها يعني أحد الداعمين لنا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. تقدر تعرض فيها موهبتك، تقدر تعرض فيها اللي عندك، ويكون إن شاء الله عندك إقبال وعندك داعمين وعندك يعني هذا المكان يكون هو اللي تظهر فيه أنت موهبتك. والحمد لله وصلت هالعدد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل بعض المقاطع الجميلة اللي ننزلها. أكيد. والحمد لله على كل حال. عبد الرحمن احنا حاليا بنستعرض بعض هذه المقاطع. عندي سؤالين، مين اطلق عليك اولا لقب سبايدر مان؟ انت اطلقته على نفسك ولا في احد اطلق عليك هذا اللقب؟ لا والله انا ما ادري، نزلت المقطع وتفاجأت اصلا من انتشار الكبير، يمكن لانه فكاهي شوي وغريب، انه بالعاده الواحد ما يسوي كذا بالثوب والشماغ. صح. اتوقع هذا عشان كذا لقى اقبال كبير. وتفاجأت بالأسماء اللي طلعت صراحة ما كنت أدري عنها يعني. طيب عبد الرحمن بسألك، عندك فكرة تمثل في أفلام سينمائية؟ لأنه يعني بعض الأفلام السينمائية تحاول أنها تستقطب الشباب اللي عندهم هالقدرة وهالمرونة وهالكفاءة أيضا. عرض عليك سيناريو وعرض عليك بإذن فيلم. الله بإذن الله أنا أقول إن شاء الله برجع لقناتي في اليوتيوب
وان شاء الله باذن الله انتظروا شيء جميل نبي نقدمه باذن الله. لا بس لم يسبق انه احد كلمك يعني او عرض عليك دور في فيلم سينمائي؟ تقريبا لا. لا. عندك تكنيك معين عبد الرحمن للتسلق؟ يعني أنا بشوف أنه ما شاء الله يعني في سرعة، ويعني أنت تتسلق من غير أي مساعدة، لا في حبل لا في يعني هل في أي عندك تكنيك معين أنك تتسلق جدار؟ أي اللي هو؟ أي مع التمرين تعرف شلون تحول يعني سرعتك تخلي الدفعة تصير على فوق. أوكي. في بعضهم ما يقدر يعني ما يعرف شلون يحول سرعته يوجهها الى فوق، فيزيائيين هذه طبعا. لازم انك تعرف شلون تطيق بالضبط عشان تحول سرعتك الى فوق، وبكذا تقدر ان شاء الله تتسلق. طبعا مع التمارين اللي التقويات تساعدك اكبر في الناحيه. احنا نتمنى لك كل التوفيق. كان معنا ممارس رياضه الباركور عبد الرحمن شلهوب سبايدر مان السعوديه من الرياض. شكرا جزيلا لك وبالتوفيق.